عرفتي حنا كنطالبوا منكم كجمعيه وكاذاعه وك تلفازه مغربيه ساعدوا هاد المواطنين. انا شحال من عام وانا كنبيع 20 هنايا، ملي كنت باقا بنت قبل ما نتزوج وانا كنبيع 20 هنايا، وانا دابا في وضعيه صعبه، راجلي مشدود وعندي جبنيات وكاري وربي العالم بينا ما باعش، ما كاينش اللي يدخل ليا تاخذ بزاف على وليدي. كنطالبوا منكم اختي على الاستفاده، والله ينصر سيدنا والله يحفظه لينا والله يطول لينا في عمره ويدير لينا اختي شي شوي. احنا راه عندنا هاد البلاصه كناكلوا فطر في الخبز، الله يجعل سيدي ربي يوقف معاكم وقفوا مع هاد اليتامى ومع الدراوش، راه الدراوش هنايا تا هما ديري لهم شي بلايصه فاش ياكلوا خبيز وفاش نعيشوا وليداتنا، راه هادشي باش كنعيشوا وليداتنا على هاد البلاصه، حتى هاد البلاصه نموتوا بالجوع. وبغينا حنا الاستفاده، كنطالبوا الاستفاده، كاع العماله تستافدوا، البرنوسي اي عماله تستافدوا الا عماله الدرب سلطان. علاش عماله الدرب سلطان ما تستافدش بحال بحال الناس؟ فهمتيني؟ حنا بغينا نخدموا وما عندناش فين نخدموا، من غير القريعه غادي نضيعوا، هادشي اللي كاين. فهمتيني؟ وعاش الملك والله ينصر سيدنا. عاد كتشوف الشباب ما باغيين والو، باغيين مساكن تاهم غير القود ديالهم يصوروا في النار ديالهم. راه كاين اللي معيش عائله هنايا، والله العظيم بالله كاين اللي معيش عائله. الناس مجواج برنوسي استافدوا، كلشي استافدوا الا درب السلطان، ما باغيين والو حنايا، باغي غير استافدوا، بلاد ما باغي حتى شي حاجه ما باغي، وكلشي والله ينصر سيدنا، هادشي اللي نقول والله ينصر سيدنا. كاينين هنا الدراري اللي يلاه شحال زعما زايدين هنايا وكيبغيو يفرجوا ما كيلقاوش معامن، كيجيو عاوتاني كيهزوهم من هنايا ها المرود هذا، لا كانت الشتا ما كيحطوش ولا كان شي وكيستغلوش منهم. نيت واحد الاخ ديالي نيت تا هو وكاينين دراري قدام كاين لي والدين اللي عندهم وليدات اللي عندهم عيالاتهم مراض، عندهم باباتهم مراض.